عندي كوستاليتا ضاني بصوص التوم. الضاني روح التوم، يعني الضاني ذاته كده بيبقى زفر، ولكن بيبقى فيه حاجتين بتفصلوه، يا النعناع يا التوم. يبقى عشان اعمل ضاني يكون مفهوش ريحته ومفهوش زفرته، بكسر الزفرة بتاعته او التست بتاعه بالتوم او بالنعناع. يبقى عندي ريش ضاني او كوستاليتا، زيت عباد الشمس كريستال، خل، وعندي توم وبصل، طماطم، زعتر، كريم لباني، دقيق، دمجلاس، ملح وفلفل. يبقى نعمل ايه؟ نجيب الاول التوم بتاعي اللي هو لازم نحمره الاول عشان يديه لون ذهبي، عشان يديني ايه؟ لون ذهبي. وعايزين نعمل مكان الدمجلاس صوص تاني. حلو قوي كده، هروح نازل كده اهو، مش هقلع عليه، سيبه يتحرق. خليه يتحرق، خلي بالكم معايا ازاي هنعمل الديمجلاس. انا عايزه يبقى ايه؟ بيقول لي اتغرق في ديمجلاس ازاي وانت ما عندكش ديمجلاس؟ انت قفل على الواحده، ما تعديها لي يا اخي. مكعب مرق، لا لسه، قبل ما تمرر مني كده. بص يا عمي، احنا كده شفنا التومة عملت ايه، اهي شوية الزعتر اهو. يا ريت تكون الريحة وصلت لك في الاوفيس بتاعك اللي انت قاعد فيه، في يور اوفيس، مش كده برضو؟ طيب احنا كده عايزين نعمل الديمجلاس، هو كده شغال وهيجيب معانا زي ما احنا عايزين، بس انا عايز اعمل حاجة حلوة. ادي بصلاية كده اهو، وابدأ اكسرها. ابراهيم، ادي البصل كده، ادي شوية كريمة لباني، ما هو انا بص وانا بنبح في قلبي ولا حد حاسس بيا. على رأيك لايز ده كويس. وحطينا هنا مكعب مرق، ادي معلقة دقيق مع المكعب المرق، لازم اخلي كله احمر مع البصلايه اهو. ده الديمجلاس اللي احنا هنعمله دلوقتي مع حضراتكم. لازم احس ان الدقيق بتاع اللي انا حطيته لونه غير، بقى لون البصلايه، بقى لون ايه؟ البصلايه. ممكن اصفيه واخده وهعينه عندي واشتغل بيه زي ما انا عايز، زي ما انا عايز. ادي حبه خل بلسمك، وادي شويه ميه كده عندنا، نسيبه يغلي وانا على مهلي. اديله معلقه طماطم بوريه عشان بلاش منه خالص، اوعى حاجه تضايقك، تغالي حدانا كده. لازم يغلي مش اقل
من ربع ساعة على النار عشان يبقى مركز كده. كده يا بنتي